بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظكم الله ورعاكم، أخي رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح الموقر، أخواتي وأخواني أعضاء مجلسي الأمة والوزراء الأفاضل، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فجعنا بالأمس بنبأ وفاة أميرنا ووالدنا، قائد مسيرتنا وحارس دستورنا، المغفور له بإذن الله تعالى سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح رحمه الله. لقد كان نبأ وفاته نبأً مزلزلاً وخطباً مجلجلاً أصاب الكويت في قلبها واهتزت له أركانها. إن لفقدنا لأميرنا الراحل شعوراً يبعث على الحزن والأسى واللوعة، كيف لا وهو من كانت صورته تنشر الطمأنينة وكلماته تشعر بالأمن والسكينة وأفعاله ترسخ كل ما من شأنه حماية الكويت وحفظ مصالحها ومصالح شعبها الوفي. لقد كان فقيدنا الغالي قائداً حكيماً لمسيرتنا، ورباناً ماهراً لسفينتنا، حفظ لدولتنا توازنها واتزانها، وعزز مكانتها ووزنها، غير متأثر بإعاصير السياسة العاتية وتقلباتها المتوالية. لقد رسم الفقيد بسياساته الحكيمة ورؤاه المتزنة وقراراته الاستراتيجية المستشرفة طريق نجاة وعبور آمن وسط النيران المستعرة من حولنا، فقاد بلدنا الصغير بحجمه الكبير بشعبه إلى ميناء السلام وبر الأمان. قائد لم ينفعل وقت الفعل، ولم يتسرع وقت التريث والصبر، ولم يتباطأ وقت الحسم والحزم، فداوى جروح الأحداث بالنضج والخبرة، وتعاطى مع العلل الكبرى بالتروي والحصافة، وتماهى مع التطورات المتصاعدة بالهدوء والثقة، امتزج بمشاعر شعبه حتى كأنه نبض في قلبه، ودنا منه حتى كأنه شيء فيه، فلا يفقد تهنئته في فرح ولا مواساته في ترح. فرحمه الله رحمة الأبرار، وأنزله منازل الأخيار، وجمعنا به في دار كرامته ومستقر رحمته. إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقك يا فقيدنا لمحزونون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظكم الله ورعاكم، أعرف حجم الألم الذي يعتصر قلبك والأسى الذي يدمي كبدك على فراق معلمك وأخيك الكبير، ومن كنت له طوال السنين عضيداً وسنداً ويداً يمنى، وأعرف كم تشعر بعد فراق فقيدنا الغالي بحجم المسؤولية التاريخية في قيادة بلدنا في هذا الظرف الاستثنائي. لكنك يا سمو الأمير سيف مجرب وقائد مؤيد وحكيم مسدد، هكذا عرفك الكويتيون، خليطاً بين الحزم والتواضع، مزيجاً بين الحسم والقلب الطيب الكبير. فأنتم يا صاحب السمو خريج مدرسة الحكماء الكبار الراحلين، تتلمذتم على يد أولئك الذين قادوا البلاد سنيناً طويلة بالحكمة والرؤية الثاقبة، فكنتم خير من عاونهم وساندهم وارتوى من خبرتهم. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظكم الله ورعاكم، ها أنتم بعد أداء اليمين الدستورية أمام ممثلي الشعب تدشنون عهدكم الميمون، وهو عهد نراه زاهراً بإذن الله تعالى، عهد تستكملون فيه مسيرة من سبقكم من العدل والحكمة وسداد الرأي، عهد ينعم فيه الكويتيون بالعدل والحرية والرخاء والازدهار، عهد يطبق فيه القانون على الكبير والصغير
عهد لا ينعم فيه فاسد بفساده، ولا مغامر بمغامراته، ولا متكسب على حساب الوطن بمكاسبه. إن نبرة الثقة التي أستخدمها في وصف عهدكم الجديد نابعة من معرفة الكويتيين بكم، وهي معرفة عمرها عقود من التضحية والبذل والعطاء. كنت فيها يا صاحب السمو متميزاً متألقاً، متسامياً محلقاً، ونموذجاً رفيعاً في كل حالة من حالاتك ومرحلة من مراحل حياتك. وإنني في هذه المناسبة وباسمي ونيابة عن ممثلي الشعب الكويتي أتقدم إليكم بالتهنئة القلبية بتولي زمام الأمر في وطننا الغالي، واثقين كل الثقة بقدرتكم على صون الأمانة وحمل المسؤولية وقيادة الكويت لأعلى مراتب التقدم والازدهار. رعاكم الله أيها الأمير الحكيم، ووفقكم لما يحب ويرضى، وسدد خطاكم لما فيه خير البلاد والعباد، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتبجيل، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.